بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا النهاردة بعرفكم برنامج لذيذ جدا مجاني، بيستخلص النص من أي مكان، من صورة، من بي دي إف، من وورد، من أي حاجة انت عايز مثلا تساعدك فيها. تمام، بتاخدوا الصورة دي كوبي وبيست وتحطها في وتديله اختلاع النص من الصورة. تمام، يحولها لك في ثانية، خاصة في اللغة الإنجليزية يعني بيبقى سهل جدا. أي نص، أي تكست، أي مساحة، بس هو بياخد صفحة صفحة يعني، أو لقطة شاشة كده يعني أحسن، يعني مش هيحولك الملف كله. لا، مثلا انا عايز اكتب ده كله، انا مش معقوله بقى هكتب ده كله، مش معقوله يعني. تمام، انا هعمل ايه؟ هدخل على القصاص، يعني دي كده هقصها. عايز تقول مثلا على الشاشه او اي شيء، اي برنامج، مثلا القصاص اهو، واجي هنا اقص الجزئيه دي كده انا عايزها كده. تمام، خدتها كده، وبعدين اخدها كوبي كنترول سي، واجي عند جوجل. البرنامج المجاني اهو، البرنامج المجاني ده موجود في خدمات جوجل. بفتح من هنا ال9 نقاط دي، مكانه هنا يا شباب، هنا مكانه 9 نقاط، واجي ادور عليه، اسمه كيب اهو، اسمه كيب، جوجل كيب. بفتح كيب كده، يجي لي الشاشة ديت زي ما انتم شايفين، دي كلها نصوص انا محولها للبرنامج. اي نص بيحول عندي تيك انوت هنا كده، واقول له كنترول في لصق، يعني انا لصق لي الصفحه اللي انا عايز استخلص منها النص. العلامه بتدور دي مجرد ما تقف معناها خلاص هو كده جاهز، يعني هو كده بيقرا الماده العلميه وجاهز ان هو يحولها. اول ما الدايره دي تقف خلاص يبقى هو كده جاهز ان هو يحول الجزئية دي كلها لنص. تمام، انت بقى تاخد النص ده وتنسقه بقى، تنسقه مثلا اول فقرة هنا، هنا نقطة، هنا تعمل مسافة بين الفقرات، يعني لازم ايه تظبط. هنا خلصت عند ال3 نقاط دول، هنا 3 نقاط دول هاخد استخلاص النص من الصورة، دي معناها استخلاص النص من الصورة. هقف هنا كده، تمام، تك عليها هتلاقي تحت هنا هو حولها لي إلى وورد أهو، بقول كنترول A كنترول C وأخش في أي ملف الوورد اللي أنا شغال عليه، وأقول له هنا هو، تمام، كنترول V أهو كده يا شباب، حول لي النص اللي أنا عايزه إلى صورة. الإشكالية بقى في إيه؟ هو كله ما فيش عنده حتى خطأ لغوي، زي ما اراه زي ما حط. المشكله بقى في ايه بقى؟ ان هو ما بينظمش الفقرات زي ما هي مكتوبه بالظبط، يعني انت مضطر ان تقف هنا كده وتطلع الكلمات من هنا دي كده، زي ما تنسق انت بقى، زي ما هو ايه، زي ما انت عايز تنسق، زي ما انت حابب ان انت تنسق. مثلا كلمه اطلع السطر ده، هتظبط كده بس، هتلاقي الكتاب خلص معاك في ثانية. بس يا سيدي، ديت هي ديت هي ديت الطريقة. أي نص أنت عايزه، أي نص أنت عايز تاخده، مثلا النص ده أهو، أجيب الأداة القصاص وأقص تاني الجزئية ديت كده كنترول سي، أخش كده على جوجل، جوجل كيب أهو، تمام، أجي هنا وأقول له كنترول في وانتظر ديت لما غير ما تخلص. تمام، اول ما دي تخلص وتظهر علامة السهم كده خلاص هو جاهز. اخد 3 علامات ديت واخد اقول له جريب، واقول له كنترول A كنترول C، واقف بقى في صفحة مثلا جديدة واقول له كنترول V بس وانسى بقى النص. ممكن بقى اخليه 16، اخليه نوع الخط اغيره، يعني انت عندك انت ايه
نسأل بقى بداية الفقرات كده، سهل لك شوية اهو، مش شوية ده سهل كتير جدا، سهل كتير جدا. النص كله مكتوب جاهز اهو. تعالى ناخد مثلا نص تاني، مثلا هاخد النص ده هنا اهو كده، انتظر لغاية ما دي تخلص. خلص اقول له جريب، انزل كده للمؤشر تحت، خلاص تمام، عامل اللي هو النيم والكلاس زي ما هي. لما اجي لي نص تاني زي ده، هو بقى ما بيجيبش الجداول، يعني الجداول زي دي كده مش هينظمها لك، هو هيستخلص الكلام من الجداول وانت هتنظمها. مثلا لو انا عايز اخد الجدول، مش هيعمل لي في جدول، هو مش هيعمل لي جدول. انا خدت مثلا كام، مش هقعد اكتب بقى الكلام ده كله تاني عشان برضو وقت حضراتكم. هو كنترول في وانتظر لغاية ما ده يخلص. خلص اجي هنا بالمؤشر، بنزل تحت المؤشر عند 3 نقاط، اقول له استخلاص النص، وانزل بالمؤشر تاني كنترول ايه كنترول سي، وبعدين النص هنا اهو، النص بقى عندي موجود. انا بقى اخد بقى كوبي وبيست، يعني اعمل انا ايه كده، هطلع لي النص. انا بقى هعمل الجدول واخد الكلام ده كوبي وبيست وانسق تمام. وبرضو انتبه للاخطاء الاملائيه وعمليه الترقيم والحاجات دي كلها، برضو عايزه ايه، عايزه مراجعه. بس هو كبرنامج يعني ريحنا كتير جدا. مثلا انا عايز اخد نص زي ده، مثلا الصوره دي احنا قلنا هناخدها كوبي وبيست، مثلا انا عايز بدل ما اكتب بقى ده كله تاني، لا هي دي اهي تمام اهي. قلت له العبارة اللي أنا عايز أحولها، دي ما اتفعلتش عشان دي ما خلصتش لسه. حول تاني جريب، غيرها لها كده. النص أي نص عندك بيبقى مكتوب. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.